من داخل معرض المستلزمات والأدوية المصرية الطبية اللي افتتحوا الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عمر البشير. هنعمل جولة داخل المعرض ويمكن نشوف بعض الشركات المشاركة في المعرض. مساء الخير. ايه الاخبار؟ اهلا بيك. الحمد لله. ايبكو، ايه الاخبار؟ اهلا بيكم في السودان الاول. الحمد لله. ايبكو طبعا شركه مصريه استثماريه متواجدين في السودان هنا من حوالي 30 سنه. احنا اول شركه مصريه قطاع خاص تسجل وتسوق وتصدر دواء للسودان. انا يمكن سمعتك كنت بتشرح للرئيس البشير والرئيس السيسي انكم يعني اول دوله تعمل يعني او تصدر للسودان وتنطلق في افريقيا ووصلتوا للاتحاد السوفيتي السابق. احنا واصلين دلوقتي ل 70 دوله، احنا بنصدر ل 70 دوله. طب خصوصيه السودان؟ خصوصيه السودان طبعا هما بيحبوا قوي الدواء المصري، انت عارف مصر والسودان شعب واحد يعني في بلدين، فهما بيبقوا فيري كين وانترستد قوي ان هما ياخدوا الدواء المصري ويسجلوا الدواء المصري. اللي كان حاصل بعض المشاكل في توافر العمله الصعبه في السودان الفترة الأخيرة زي ما كان موجود في مصر من 3-4 سنوات، ده اللي كان بيحد شوية أو بيعوق إلى حد ما تواجد أكتر للدواء المصري. إنما أنا متفائل وأزعم ومتأكد إنه الفترة اللي جاية هتبقى التواجد بتاع الدواء المصري أكتر وأكبر من الفترة اللي فاتت. يعني إحنا الخطط بتاعتنا طموحة جدا بداية من دلوقتي، مش من السنة الجاية كمان، بداية من دلوقتي إن شاء الله الخطط هتبقى طموحة وأكتر من كده. إحنا شركة إيبكو طبعا بنمثل من تصدير الدواء المصري، دي نقطة مهمة. تصدير الدواء المصري بالكامل احنا حصتنا فيه تقريبا 25-26% من 155 مصنع، يعني في 155 مصنع في مصر، احنا حصتنا التصديريه 25-26%. ممتاز جدا، بالتوفيق. الله يخليك يا فندم، اهلا بيك. اهلا بيك. ايضا بنواصل حوارنا مع يعني او حواراتنا او جولتنا مع شركه اخرى يمكن من ضمن الشركات، وانا شايف العديد من الشركات المصريه اللي مشاركه هنا. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء النور. دكتور حسين حسان، رئيس مجلس اداره مصنع اي دي اي ادويه بشارع بورسعيد. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. طيب اول مره تشاركوا في معرض في السودان او اول مره تدخلوا السودان؟ اول مره نيجي السودان، اول مره نيجي في معرض في السودان، وان شاء الله ده فرصه طيبه بالنسبه لنا ان احنا نصدر ان شاء الله للسودان. بنعين وكيل دلوقتي وان شاء الله في المستقبل المعرض الجاي ان شاء الله نكون صدرنا لمنطقه السودان. شايفين السوق السوداني ازاي؟ سوق واعد، البوبوليشن العدد عندهم حوالي 40 مليون، فدي فرصه كبيره ان احنا نصدر لهم ادويه بكفاءة عالية بجودة عالية وفي نفس الوقت بأسعار مناسبة تخفف ألام المريض السوداني. وطبعا شايفين اهتمام من القيادة في البلدين، يعني النهاردة لما الرئيس السيسي والرئيس البشير يجوا يفتتحوا المعرض ده يعني معناها في اهتمام، فيعني لابد من استثمار ده، مش كده؟ دي فرصة بالنسبة لنا ان احنا نحول كل المجهود اللي بيعمله القيادة السياسية من البلدين الى فعل ان شاء الله، ونهتم زيادة بحيث ان احنا نقدر بإذن الله نصدر بقوة بالنسبة للمنطقة. بتنتجوا كم نوع من الأدوية؟ تقريبا 150 مستحضر. 150 مستحضر. 150 مستحضر بنغطي السوق المحلي والتصدير برضك. طيب أنا يعني يمكن زميلكم في شركة تانية بيقول إنه السودانيين هنا بيحبوا إنهم يسجلوا الأدوية المصرية. ده بالنسبة يعني ليكم أنتوا كمنتجين ده مربح ولا مش مربح؟ طبعا اي فرصه من فرص التصدير، ودي بتعتبر بوابه لافريقيا برضك، اي فرصه من فرص التصدير بتبقى ادت فاليو لينا وليهم. فالتصدير شيء مهم جدا، واعتقد ان هو من الحاجات اللي هي تواجد الدواء المصري سواء في السودان او في اي بلد افريقيه من الحاجات اللي هي بتبقى اضافه للناتج القومي بتاعنا في مصر. تمام، بالتوفيق ان شاء الله.